السلام عليكم، معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. اليوم راح نتكلم عن البدل. لاحظوا معايا، انا حاط لكم اليوم نوعين من انواع البدل. شوفوا معايا تحت، هذا يسمونه بدل الفوليوم وهذا مهم جدا، والثاني الصغير هذا بدل السوستين. طبعا كل واحد منهم له خدمة. زين، راح تشوفون بروحكم. بعد ما وصلنا الوايرات للبدل، كيف تروح على خدمة البدل؟ منيو رقم 1 اسينيبل، لاحظ الكلمة الثانية يطلع لك الصفحة هاي فود بدلز، عندك 2 و1 و2. زين، تختار كيف تختار البدل اللي انت تريده. رقم 1 مثلا عندك الشغلات الرئيسية والفرعية، انا اخترت الفويس. الفويس الخدمة الفرعية شو؟ سوستين. لاحظ معايا هذا صوت البيانو من غير البدل. لاحظ معايا لما تضغط على البدل، لاحظ شوف يعطيك صدى السوستين بدون، لكن مع. انزين، الحين نروح على البدل رقم 2. البدل رقم 2 انت تقدر تضبطهم، يعني تشتغل عليهم الاثنين في نفس اللحظه. عندك بدل رقم 2 اخترت بعد في الفويس فوليوم، بس الفوليوم لازم تختار البدل. شوف اللي معايا هذا تحت، شوف البدل اللي تحت هذا يسمونه بدل الفوليوم، هذا لازم، هذا من غير كذي راح الفوليوم ما راح يشتغل معك. لاحظ معي الحين هذا صوت البيانو، شوف. زين، هذا اكثر شيء يستخدمونه في اللي هو الاكورديون والحاجات الهارمونيكا، هاي اسمه. لاحظ معايا، لازم تستخدم تاخذ النوع البدل اللي هو يسمونه الفوليوم بدل. زين، في شغله ترجع مره ثانيه عند البدل رقم 1 او بدل رقم 2 تروم تختارها. نفس الشيء في الفويس اللي هي الارتكليشن، هذه خاصه باصوات الارتكليشن والحركات. لاحظ معي راح اختار الجيتار، شوفني كلها هاي سوبر ارتكليشن اللي هي الاصوات. لاحظ معي لما تختار الشغله هذه، شوف يعني لحظه، لاحظ معي ضربه الجيتار تروح على الليد جيتار، راح تعطيك سحبة الجيتار. لاحظ، بس 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 بس، شوف. بهاي الطريقة انت تقدر تضبط البدل على كيفك، ومثل ما قلت لك 1 و2 وتقدر تستخدمهم. عندك الستايل، عندك المالتي باد، تقدر تضبطهم على كيفك بنفس الطريقة اللي علمتك. وإلى اللقاء مع معلومة جديدة.